عسلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، وان شاء الله تكون الغوصات اللي نهبط لكم فيهم قاعدة تعجبكم وتنال رضاكم، ونتمنى انكم تجربوهم. اليوم جيت وجبت لكم معايا حاجة جديدة وبنينة، ان شاء الله باش تكون تشيز كيك سان بسكوي من اللوطة، يعني باش تجيب ديريكت. ما تمشيوش، وقعدوا معايا وباش تشوفوا المقادير وكيفاش نطيبوها. كيف ما قلت لكم الغوصات متاعنا اليوم ان شاء الله باش تكون حاجة حلوة، وباش تكون تشيز كيك بلاش بسكوي، يعني باش تطيب بلاش بسكوي. هذيك اللوطاني المسلسل ديما تشيز كيك لازم تكون عندها بسكوي، مالا هذي باش تطيب بلاش. بون باش نستحقوا كيف ما تشوف معايا هوني، باش نستحقوا 400 غرام ياغورت طبيعي، وإلا اللي عايشين في ألمانيا كيف ما تشوفوا شبايسة كفاك. من الحق نتعلم نعرف شنو اسمها بالعربي، أما تنجموا تعوضوها انتوما بالياغورت الطبيعي. وهوني كيف ما تشوفوا عنا الفروماج هذيك التختيني باش نسحقوا 300 غرام. في تونس الناس بيستعملوا فريدو، ما نعرفش في البلدان الاخرين، المهم في اوروبا الفروماج تختيني. باش نسحقوا الفارينة 60 غرام فارينة. كيف ما قلنا هوني باش نسحقوا للفارينة اللي هي 60 غرام، والسكر 45 غرام سكر، وعندنا هوني زيت كيف ما تشوفوا تكونوا تمش بيه أبيض، هذيك زيت نوات كوكو أنا باش نستعمله. اللي ما عندوش مش لازم نستعمل زبدة، مش مشكل. وباش نستعمله بيضة كاملة، وهوني عندنا زوز أصفر متاع البيض وواحدة سكر فاني. وبالنسبة للزينة باش نستعمل اللوز إفيلي اللوز الأبيض، والفخوي غوج اللي هو الفرامبواز، وباش نستعمل بلاو بيري ناشنال اسمه بالعربي، اما كنتو ما شوفوا المانيال باكوتر. بالنسبه للجماعه اللي ما عندهمش زيت نوات كوكو ينجموا يستعملوا زبده، مش مشكل، تذوبوها وتخليوها تبرد وتستعملوها، ما تعملوهاش وهي سخونه. توا باش نخلطوا كل شيء، المقادير هذوما الكل تشوفوها الا الحاجات للزينه، من بعديك هما باش نزينوا بها. وبالنسبه للفور ديجا انا سخنته توا، حليته على 180 درجه الفوق واللوطه. كيف ما تشوفوا حطيت لي زانغريديان الكل اللي عندنا، الياغورت والفرماج والعظم والزيت والسكر، ونكملوا الفارينه. بون انتما باش تقولوا علاش استعملت انا زوز اصفر نتاع بيض، باش تجينا تشيز كيك نتاعنا ما تجيش بيضة، تجي هكية فيها الكولور هكا المستصفر شوية، يعني حاجة تجينا مزيانة. خذيت المول عملت انا متاع 20 سنتيمتر باش تجي التشيز كيك نتاعنا عالية، غلفتها بالبابيي وصبيت عليها الميلانج، وتوا باش نزينها بالفرامبواز وبالبلاو بيري، وبيان سور ونرش عليها اللوز من فوق. كما قلت لكم الفرن تاعنا ديجا يسخن، قاعد يسخن، معناها حضر باش ندخلها ديريكت. التشيز كيك تاعنا كملنا زينناها، باش نحطها توا في الفرن في الطبقه الثانيه. كيف توصل 60 دقيقه نلقى اللوز احمر، نغطيوها بالبابي الومنيوم ونكملوا نخليوها 45 دقيقه تطيب الجاتو تاعنا. كيف ما تشوفوا التشيز كيك نتاعنا حضرت ما شاء الله عاليه، والريحه ما شاء الله فيها بنينه مش نورمال. بون توا نخليوها تبرد مع اقل حاجه 6 سوايع، تبرد في عقلها بالكدي بالكدي باش كي نقصوها ما تتفترتش الناش. التشيز كيك نتاعنا بردت في اقل اقل اقلها، كيف ما تشوفوا منظر يشره، منظر يشهي، منظر يتكلم وحده ويقول راني بنينة، جربوني وذوقوني. ان شاء الله تعجبكم الغسيت نتاعنا المرة هذه، ونتمنى انكم تجربوها، وكما العادة تعطيوني رايكم في لي كومنتير وباللايكات نتاعكم، ونتمنى تعملوا بارتاجي لصحابكم. وكان اول مرة تتفرجوا في الفيديو متاعي ما تنسيوش تعملوا ابوني وتفتحوا الجرس باش يجيكم جديد متاعي، وان شاء الله ملتقانا في فيديو جديد روسيت جديدة، ونقول لكم توا بسلامة وفي أمان الله.